في الذكرى السادسة لوفاة الفنان أحمد بوزيدة المعروف بالشيخ عطلة، نظمت جمعية المرحوم هذه الذكرى بالتنسيق مع الهيئات الثقافية احتضنها المسرح الجهوي المسمى على المرحوم. أنا بودي إحضار العائلة الصغيرة والكبيرة وإقامة هذه الذكرى بمسقط رأسه الإدريسية، وفي نفس الوقت إلى أن أحالت بعض الأمور ما بين الوالدة وما بين ظروف العمل قمنا بتأجيلها، قدمنا رعاية السيد الوالي. لما كانت رعاية السيد الوالي وكان احتضان هذه المناسبة، جده معبر وجده وبارك الله فيكم وإن شاء الله فيها الجديد وإن شاء الله يكون فيها القادم وأجمل. هذه الاحتفالية كانت فرصة للتذكير بالمرحوم الذي توفي في حادث سير أثناء مهمة عمل. علي بزاف بكل صراحة، واحد رأي صراحة في الواحد، لما دم إنسان يحب الفنانين ويحب الرجال ويحب بلاده الطيبة نفتخر. السلام عليكم. بالفعل أنا استدعتني الجمعية هذه، تأسيس الجمعية الحديث نشأة اللي أسسها أخوه عطية، لبيت الدعوة، وهذه مش المرة الأولى، جيت العام اللي فات في الطبعة الخامسة لدارها المسرح الجهوي هنا بالجلفة. وبالفعل لأن كل ما نسمع طلع هذا صديق ورفيق الدرب يعني، وخلنا هذه الرسالة. استطاع الفنان الشيخ عطلة أن يخطف الأضواء من خلال برامجه الفكاهية التي تسللت للعائلات الجزائرية، ويعتبر ظاهرة فنية لا تتكرر، فنان من كل مواصفات الفنية. احنا بهذه المناسبة ان شاء الله احنا نقولوا هذه المناسبة تتكرر دائما ومن الحسن للأحسن ان شاء الله. بفقدان هذا الفنان انطفأت شمعة من شموع الجزائر وبقيت آثاره خالدة في قلوب محبيه.